استحقاق قسط مال المولدين. والله أنا هم سامع هذا الشيء، لا مو سامع، هذا متواتر، هذا لدفع جواب للمواطنين بحيث يقتنع المواطن. ليش كل شهر قبل نهايه الخمس ايام بدايه بخمس ايام يصير هذا الادفاع؟ ويا سبحان الله بعد ما يلقي المواطن استحقاق المولدين تجي انسيابيه للكهرباء. هذا باتهام الموظف السيد وكيل التوزيع يبلغ يعطيني موقف بالساعات مراقبين محطات التوزيع، يعطيني موقف بالساعات وحسب المناطق. اريد اشوف والله هذا الشهر وتختفي شكوى المواطن.